هذا الرجل الذكي أنا عرفته، يعني عرفته عن قرب وعرفته عن كثب، وفتح لي جريدته في زمن كان من الصعب جدا أن تفتح الجرائد للآراء الحرة وللآراء الصادقة، ولكنه فعلها رحمه الله، رحمه الله بذكائه، يعني علم وعرف في ذلك الوقت أن الإعلام شيء مهم في هذا العالم، ولا يقال القوة الرابعة، يكاد اليوم يكون الإعلام هو القوة الأولى. فبذر، هو ممن بذرت خير في هذا البلد، والحمد لله، يعني دائما كان مع الثوابت ودائما كان في صف الوطن. إذا تخندق غيره ضد الوطن فهو مع الوطن، إذا تخندق غيره مع الانحلال فهو مع المحافظة، وهو مع كل شيء يدعو إلى الخير كان يتخندق معه هذا الرجل بتواضعه وبساطته، وهكذا عرفناه رحمه الله. ولذلك دخلت الشروق إلى بيوت الناس وإلى قلوب الناس وإلى عقول الناس، ونشأ جيل والحمد لله يحب الشروق ويحب المبادئ التي عمل لها هذا الرجل رحمة الله عليه.